محمد هو ابن ملكي أحمد رب الله خير ملكي صليا على النبي المصطفى وآله المستجيب يا شرفا وأستعين الله فيها مقاصد النبي محميا قريب الأنصار نبي مجازي وتنسد النبي وعد المنجزي وتركني رضا بوي صوتي غائبة أنبياء تبني موعدي وهو بسبب رئيس الأبدينا مستجيب سنائي جميلا الله يهدي به بك وفرا لوله في درجة الآخرة كلامنا نبدا مثير كاستكي واسم وكيل ثم حرف الكليم وحده كلمة والقرآن وكلمة بها كلام قد يؤام بالجر والتنمين والدوآن ومسند للاسم تمييز الخصال كتاب الدواء يفعلي والنون أكفل النفل ينجلي سواه من حرف كان وفي ولا من المضارع يلي لم كيشا ونادي الافعال بالدم اسواسي ان يضيف الى الامر ان امر خوري والامر ان لم يكن بمحال به هو السلطان الصواب حيا والاسم منه مراد ومبني لشبه ومرب الأسماء ما قد سلما من شبه الخف كأرض وسما وكيل أهل الولد الدنيا وأعظم المزارع العليا من نون توكيد المبشر الوبي نون إناث كي يرون من فتين وكل حرف مستحق سكنا ومنه دفة ودفة اسم الله فأين أمس حسن وسكينك الله والنسبة على الإرامات باسم الوكيل له لن أخابا والاسم قد خصص وبالبر كما قد خصص في النبي أن ينجزما وطبيب من وانصبا فرحا ذكر الله عبده يسور واجزم بتسليل وعبر ما تبين يملك له جاء خبى للامين تبير من وشد الحبالي الانبياء ان من الاسواس بذاك ذو الشبهة الابالا والفم حيث الميم منه بالا في جميلها الأليم جرما ونصبا بدا فضل قد أمين وبه عشرون وبابه